مرحبا عزيزي المحقق، أحتاج لمساعدتكم اليوم، أو بالأحرى ليس أنا بل جما. تعمل كمديرة في سوبر ماركت كبير، وفي صباح أحد الأيام تلقت رسالة غريبة. هناك لص بين عملائك، احذري. خرجت جما من مكتبها ورأت ثلاثة أشخاص يبدون مريبين. هل يمكنك مساعدة جما في معرفة من هو السارق الحقيقي؟ إنه الرجل الذي في المنتصف. إذا كانت ذراعه مكسورة حقا فلن يتمكن من حمل تلك السلة. رئيس مارك كلفه بمهمة إحضار بعض المستندات المهمة من منزله، ولكن عندما وصل الرجل إلى هناك رأى أن الباب مغلق، وللدخول كان بحاجة إلى كلمة مرور. رأى مارك سلسلة من الأرقام 1 3 4 7 1 1 1 8. كان بحاجة إلى معرفة الأرقام الأربعة التالية التي ستشكل كلمة المرور. هل يمكنك مساعدة الرجل؟ واحد وثلاثة معا يعطينا أربعة، وهو العدد التالي 1 3 4 7 1 1 8. 3 و4 يساوي 7. ها هو 4 + 7 يساوي 11. إذن 7 + 11 يساوي 18. إذن الأرقام التالية هي 2 و9، 29، لأن هذا ما تحصل عليه عندما تضيف 18 إلى 11. و18 + 29 يساوي 47. إذن كلمة المرور هي 2 9 4 7. كان المحقق لارس يطارد لصا سرق محل مجوهرات، لكن المجرم تمكن من الاختباء في محل لبيع الملابس النسائية وارتدى الزي النسائي. هل يمكنك مساعدة الضابط في العثور على اللص بين هؤلاء السيدات؟ هذه المرأة الأنيقة الموجودة على اليمين ترتدي نفس الحذاء الرياضي الذي ارتداه المجرم أثناء السرقة. كانت لورين عالمة آثار تستكشف الأهرامات القديمة. ذات مرة تاهت ووجدت نفسها محبوسة في غرفة صغيرة. أسوأ ما في الأمر هو أنه بمجرد دخولها الغرفة تم إغلاق الباب الذي دخلت منها بسبب انهيار صخري. لا أحد يعرف أين كانت لورين. كان عليها أن تخرج من هناك بمفردها. ورأت المرأة بابا آخر لكنه كان مغلقا، ولفتحه كان عليها حل لغز وإدخال الرمز الصحيح المكون من 4 أرقام. هل يمكنك مساعدة لورين في معرفة الرمز؟ كل رقم من الكود هو عدد الحروف الأبجدية التي تقف بين الحروف الموجودة في اللغز. إذن لدينا 5 1 3 و9. هذا هو الرمز الذي يجب على لورين إدخاله. الآن دعنا نتحقق من مدى انتباهك للتفاصيل. كيف يبدو هذا المكعب الملون من الأعلى؟ البديل الصحيح هو الصورة رقم 4. المهمة التالية: حاول العثور على جميع الاختلافات بين هاتين الصورتين. إذا وجدت 3 اختلافات تهانينا، حتى شيرلوك هولمز سيشعر بالغيرة من مهارات انتباهك للتفاصيل. في الليلة التي سبقت عيد ميلاد صديقته، وصل مايكل إلى مكتبها متأخراً جداً لتزيين مكتبها. لقد تظاهر بأنه رجل توصيل البيتزا لتجاوز الأمن، لكن عندما انتهى مايكل من الديكورات، أدرك أن المبنى مغلق. ولكن أسوأ ما في الأمر هو أن جميع الحراس قد غادروا بالفعل.
إذا فتح الرجل الباب للتو سينطلق الإنذار وستصل الشرطة على الفور. وجد مايكل خزانة بداخلها بضعة أسلاك متشابكة، أحد الأسلاك مسؤول عن إطفاء الإنذار، وكان الآخر مسؤولا عن أجهزة الكشف عن الحرائق، والأخير أطفأ الكاميرات. أي سلك يجب على الرجل قطعه؟ اللون الأخضر سوف يطفئ الإنذار. لا تدع هذا اللغز يحيرك، الأمر ليس صعبا كما قد يبدو في البداية. خذ وقتك واكتب بعض الملاحظات وسوف تتمكن من حله في وقت قصير. تتم زيارة بلدة صغيرة بواسطة شاحنة الآيس كريم كل يوم، وفي يوم الجمعة تأتي الشاحنة كالمعتاد. 5 أطفال، واحد من كل منزل من المنازل 5 الأولى في الشارع، يشترون أنواعا مختلفة من الآيس كريم. كل واحدة من هذه الحلويات لها نكهة مختلفة وطبقة مختلفة تماما. استمع بانتباه إلى التفاصيل وحاول معرفة أي طفل يعيش في أي منزل وأي نكهة آيس كريم اشترى. يعيش جيم بين الطفل الذي حصل على طبقة التوت والطفل الذي اشترى آيس كريم المانجو. جويس التي يحتوي منزلها على رقم زوجي اختارت طبقة الكرز. نانسي لا تعيش بجوار جويس. آيس كريم الكشمش الأسود لا يحتوي على أي إضافات. اشترى الطفل الذي يعيش في المنزل رقم 2 آيس كريم الزبدة الإسكتلندية. الطفل من المنزل رقم 3 لم يحصل على آيس كريم الشوكولاتة. مايك تناول آيس كريم الموز لكنه لا يحب طبقة الموز والكرز. الطفل الذي لديه طبقة الكاجو يعيش في المنزل رقم 5. داستن لا يعيش في المنزل رقم 4. ضع في اعتبارك أن المنازل ذات الأرقام الفردية والمنازل ذات الأرقام الزوجية تقع على جانبي الشارع. إذن ها هي الإجابة. يعيش جيم في المنزل رقم 3 وقد اشترى آيس كريم الكشمش الأسود بدون أي إضافات. يعيش داستن في المنزل رقم 2 وقد حصل على آيس كريم الزبدة الإسكتلندية مع طبقة الموز والكرز. تعيش نانسي في المنزل رقم 5 وكانت تتناول آيس كريم المانجو مع الكاجو. تعيش جويس في المنزل رقم 4 وقد اشترت آيس كريم الشوكولاتة مع طبقة الكرز. يعيش مايك في المنزل رقم 1 وقد حصل على آيس كريم الموز مع التوت. منذ زمن طويل جدا حكم أحد الملوك مملكة طرواد العظيمة، وكجزء من تجديد المملكة لتلبية الاحتياجات الأمنية الجديدة طلب من كبير المهندسين المعماريين لديه وضع خطة بناء جديدة. كانت فكرة الملك هي أن جميع قلاعه العشر يجب أن تكون متصلة بخمسة جدران مستقيمة، ويجب أن يربط كل جدار 4 قلاع معا. كما أخبر المهندس المعماري أنه يجب حماية واحدة على الأقل من قلاعه بالجدران من جميع الجهات. لم يتمكن المهندس المعماري من التوصل إلى أي حل، لكنه اقترح أفضل خطة يمكن أن يفكر فيها. ها هو، هل يمكنك إيجاد حل أفضل؟ هذا هو الحل الذي سيحبه الملك أكثر. كما ترون في هذه الحالة ليست قلعة واحدة بل 2 محمية من جميع الجهات. عرف آدم البالغ من العمر 12 عاما أن شقيقه الأكبر فيليب الذي كان يبلغ من العمر 20 عاما حصل على بعض المال بمناسبة عيد ميلاده، ولكن مهما حاول آدم لم يتمكن من العثور عليه. في أحد الأيام عندما كان فيليب بعيدا تسلل الصبي إلى غرفة أخيه. لم يكن هناك مال، لكن آدم وجد خريطة. لقد قام شقيقه بإخفاء نقوده في الحديقة. اتبع آدم التعليمات إلى حرف تي.
10 خطوات إلى اليسار و15 إلى اليمين، ثم 8 للأمام مباشرة. لابد أن يكون هنا. بدأ الصبي بالحفر، لقد أضاع ساعتين ولم يعثر على شيء. هل خدع فيليب أخاه؟ ونظراً لاختلاف السن والحجم، كانت خطوات آدم أصغر من خطوات أخيه، ولهذا السبب كان يبحث عن المال في المكان الخطأ. أقام جيسون وهو مسافر ثري في فندق صغير ولكن باهظ الثمن على شاطئ البحر. خلال عاصفة شديدة مع رياح عاصفة، كان هناك انقطاع للتيار الكهربائي، وغرقت المنطقة بأكملها في الظلام، وبقي الناس بدون كهرباء لمدة ساعتين على الأقل. تم حل المشكلة أخيرا، لكن جيسون اكتشف أنه أثناء انقطاع التيار الكهربائي أخذ شخص ما محفظته التي تحتوي على الكثير من النقود وبطاقات الائتمان الخاصة به. وصلت الشرطة واستجوبت الأشخاص الذين كانوا في الفندق في ذلك الوقت. أخبر جاستن موظف الاستقبال المحقق أنه كان في الطابق السفلي، كان يحاول تشغيل مولد الطوارئ، لسوء الحظ لم ينجح. وقالت نيكول وهي زبونة أخرى إنها وصلت قبل ساعة من انقطاع التيار الكهربائي، لقد كانت منهكة. أشعلت عدة شموع وأفرغت أمتعتها ونظفت نفسها ثم ذهبت للنوم. وقال غريغوري سائق الفندق إنه كان في المطار، وصل زبائن جدد وذهب لاصطحابهم. اكتشفت الشرطة على الفور من كان يكذب. هل تستطيع أن تكتشف ذلك؟ انقطاع التيار الكهربائي كان سببه عاصفة سيئة، والطائرات لا تطير في مثل هذه الظروف العاصفة، فكيف يمكن لشخص ما أن يصل بالطائرة؟ كذب غريغوري. انظر إلى هذه الصورة بعناية وحاول اكتشاف الخطأ هنا. تلك السيدة المسنة تسقي نباتها بالحليب.